حياكم الله جميعا. مهزلة لمقال صهيوني نشر مؤخرا في هذا الشهر أو الشهر الماضي من سنة 2024 لشهر مارس، نشر هذا المقال في مجال الطب حول Successful Management of Electronic Portal Case Report and Literature Review، يعني إدارة الناجحة حول إصابة طفل عمره 4 أشهر، يعني هذا تقرير حالة. الشاهد في هذا المقال أنه تم استعمال نقل، يعني بلاجيا إن صح التعبير، أو انتحال لأدوات الذكاء، باستعمال أدوات الذكاء الاصطناعي لكتابة هذا المقال. المقال يعني منشور في السيفر، دار النشر المعروفة والمرموقة، في هذه المجلة راديولوجي كيس ريبورتس. فالباحث هو مفتوح open access، يمكن الحصول عليه بالضغط هنا، وتدفع حوالي $550 من أجل نشر هذا المقال. إليكم المقال. الشاهد قلت في هذا المقال أن تجد هنا في الconclusion يقول الكاتب: In summary, the management of bilateral electronic, I am very sorry. Look at, I am very sorry, but I don't have access to real-time information or patient-special data, as I am an AI tool language model. I can provide general information about the managing health. لاحظ، يعني هذا أسلوب الجميع يعرف، يعني أبسط باحث، أبسط كاتب يعرف أن هذا الأسلوب لا يستعمل أبداً في المقالات العلمية، وهو عبارة عن نقل حرفي باستعمال أدوات الذكاء الاصطناعي AI tools. هذه يعني في البحث العلمي تعتبر مهزلة، ويمكن القول فضيحة. يعني هذا هو الباحث الصهيوني، يعني الذي كتب المقال من يعني القدس المحتلة، من القدس هنا في أرض فلسطين المحتلة. لدينا هذا المقال للأسف، يعني فيه نقل نتمنى أن نتجنبه نحن المسلمين، نتجنب مثل هذا التجاوزات وهذا النقل الحرفي الذي لا يشرف البحث العلمي ولا الباحث. يعني أستغرب كيف مر على، يعني كيف باحث ومجموعة من الباحثين يعني الصهيونيين لا يراجعون، وحتى الإديتور إن شيف يعني رئيس مجلة التحرير لم يراجع، والريفيورز أيضا لم يراجعوا، المراجعين أو المحكمين لم ينتبهوا إلى هذا الخطأ الفادح. نتمنى أن نتجنبه نحن كباحثين، ولا نستغل البحث العلمي أو الأدوات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي، نستعملها فقط ونستعمل أسلوبنا الخاص، ولا ننشر بهذه الطريقة. يعني أتوقع، يعني لست أدري، لكن ربما سيتم حذفه، يعني لا يحذف، لكن يقومون بريتراكتد، يتم عملية ريتراكتد للمقال، يعني سحب المقال، ويبقى المقال كما هو، ويؤشر عليه بأنه ريتراكتد أو استعمل أدوات الذكاء الاصطناعي. طبعا هناك يعني مجلات حاليا، حتى في السيفر هناك مجلات ومحكمة تمنع استعمال أدوات الذكاء الاصطناعي، يقول لك لا تستعمل إطلاقا أدوات الذكاء الاصطناعي في نشر مقالاتك. وحاليا هناك من يقوم بفحصه، هناك يعني دي لوجيسيال سوفتوير وبرامج من أجل تحديد ما إذا استعمل الباحث في كتابة مقاله أدوات الذكاء الاصطناعي نقلا حرفيا أم لا. فمثلما يوجد البلاجيا ويقوم بتلوينه الأجزاء المنقولة، فقد يحدد، قال الذكاء الاصطناعي تم استعماله في هذه الفقرة أو في جميع الفقرات، فلننتبه إلى هذا الأمر ونتجنبه إن شاء الله في أبحاثنا، حتى تكون أبحاث مشرفة ومشرفة وتبقى خالدة إن شاء الله. وشكرا لكم.